اليوم حنحضر سينامون رول. أول شيء كالعادة مثل ما بنعمل لأي عجينة بنتأكد من فعالية الخميرة، بنخلطها مع السوائل اللي عنا إياها والسكر لأن الخميرة بتتغذى على السكر، وبنشوف إذا حتتفاعل. السائل اللي عنا إياه هو الحليب، ضروري يكون دافي لا سخن ولا بارد. السخن بيقتل الخميرة والبارد ما بيخليها تتفاعل. بنضيف الخميرة والسكر، نحرك تيتمازجوا. بعد ما ندوب عنا الخميرة والسكر بقلب الحليب منغطيهم ومنريحهم على جنب 10 دقايق لنشوف إذا الخميرة حتتفاعل. بعد 5 دقايق تقريبا تفاعلت عندي الخميرة وبلشت تطلع فقاعات، هيك بتأكد من تفاعلها وخلص صار فيي اشتغل فيها. طيب ناو رح تضيف على الحليب والخميرة والسكر باقي المكونات السائلة اللي هي البيض والزبدة. بيضة، اوبس، او ماي جاد، تاني بيضة، البيض كمان بحرارة الغرفة، شوية فانيلا والزبدة بحرارة الغرفة مش مدوبة، اوكي؟ وبنحركهم سوا لحتى يتمازجوا ويختلطوا صح. هلا بنشيلهم على جنب وبجات العجن رح نخلط عنا المكونات الجافة، الطحين والملح والبيكنج باودر. رح اضيف الطحين بس رح اخلي نص كوباية على جنب، مش حضيفها، هيدي بصير تضيفها بالاخر اذا اعتزت لانه في احتمال ما تعوزوا كل الكمية. طحين وبخلي نص على جنب لحتى اشوف اذا رح اهتز بعد اكتر او لا. رشة ملح صغيرة والبيكنج باودر، بحركهم شوي ليتمازجوا وبعمل هيك جورة بالنص، بنزل فيها الخليط السائل اللي حضرته وبصير بحرك واخد شوي من الطحين على الاطراف بهاي الطريقة ليبلش الطحين شوي شوي يتمازج مع الخليط السائل. بعد ما احس انه الخليط اللي جوا عندي سمك حبلش اعجن بايدي. اكيد العجينة عندي بعد ما تماسكت ابدا وبعدها عم تلزق، فاذا هي بحاجة بعد لطحين، فرح ازيد النص كوباية اللي خليتهم على جنب. بصير بضيف شوي شوي واعجن لشوف عجينتي قدي حتاخد. اوكي هذه العجينة عندي من بعد ما لمت على بعضها، صحيح بعدها عم بتلزق بس خلص لمت. هلا شو حاعمل؟ رح ارش الطاولة بشوية طحين هيك خفيف 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 وبنزل عليها العجينة وبعجنها شوي. اهم شيء ما تكتروا طحين على الطاولة عشان ما تنشف عندكم العجينة، بدنا اياها تضلها تلزق وتضلها طرية بس تتماسك. عجينتي بعد شوي قاسي، رح احطها هيك وغطيها بالجات 5 دقايق لتروق، برجع بكفي فيها عجن. بعد 5 دقايق رح ارجع كفي دعك فيها شوي، كتير مهم نريح العجينة هيك شوي مشان بتصير اسهل علينا بالعجن وما بتعود تلزق والعجين بحب يرتاح. من اهم اسباب نجاح العجينة هي نتأكد من صلاحية المكونات، نعجن العجينة صح ونريحها صح. تريح العجينة هيك شوي نحن وعم نعجنها كتير بخليها ترخي وما تعود تلزق معنا وتنعجن احسن. هلا بعد ما خلصت عجن شفتوا العجينة كيف صارت عندي؟ بعدها طرية وعم بتلزق، اوكي، بس ما عادت مسكت كتير على ايدي وهذا الشي اللي بدي اياه. هلا هشيلها حضبها على بعضها جمعها منيح لحتى تصير شكل طاولة. بجيب جات نظيف بدهنه بشوية زيت لحتى ما تلزق عندي للعجينة بكعب الجات،
وبدها نوجه العجين شوي، وبحطها بالجار، بغطيها بنايلون وبدفيها بمنشفه، وهلا بدي اخليها ترتاح وتتخمر لمده ساعه. بهذا الوقت بنحضر الفيلينج والتوبينج. للحشوه عندنا الزبده رح تكون بحراره الغرفه، هي رح ندهن فيها وجه العجينه، والمكونات الجافه اللي رح نخلطهم سوا بقلب الجار. المكونات الجافه هي سكر عادي، سكر بني، سكر بني بخليها تكون هيك سلسه اكثر للحشوه، فيكم تستغنوا عنه. كاكاو وقرفه اذا بدكم اياها بطعم الشوكولا بتحطوا كاكاو، اذا ما بدكم اياها بطعم الشوكولا ما بتحطوا كاكاو. كل اللي حنعمله انه حنخلطهم سوا. سكر عادي، سكر بني، كاكاو وقرفة، وهلا بنخلطهم سوا. وهيدي الحشوة الجافة صارت جاهزة، بحطها على جنب، والزبدة بحرارة الغرفة كمان هيدي للحشوة بحطها. هودي بخليهم على جنب لبعد ما تختمر عنا العجينة ونستعملهم. هلا ناو حنحضر الكريم تشيز توبينج اللي هو حنحطه على وجه السينابون، عبارة عن كريم تشيز مع سكر بودرة، شوية حليب وزبدة ونقطة فانيلا، بس حنخلط كل هيدي المكونات سوا بالجد. حنضيف الكريم تشيز، هي الجبنة الكريمية، زبدة، نخفقهم شوي، نضيف عليهم الفانيلا، الحليب، سكر ناعم. وهيك بيكون التوبينج صار عنا جاهز. اذا بتحبوا يكون بعد اخف من هيك فيكم تضيفوا شوية حليب بصير سايل اكتر. اوكي هلا حناخده ونخليه على جنب ومنجيب العجينة. تعالوا شوفوا ان شاء الله قد ايه صار. شايفين قد ايه صارت؟ هلا حناخد العجينة كلها هنفردها، بس خلينا نرش شوية طحين مشان ما تلزق من العجينة. نرجع ونفردها فوق الطحين. هلا رح استخدم شوبك مشان افرز العجينة وتطلع كلها على نفس المستوى. قد ما فيكن حاولوا افردوا العجينة بطريقة تضل معكن على شكل مستطيل. هيك تقريبا بدها تكون عندي سماكة العجينة. هلا رح اقص الاطراف عشان تطلع عندي كلها على نفس السوا، ورح ادهنها بالزبدة، الزبدة بحرارة الغرفة السايحة، رح ابلش ادهن فيها العجينة كلها من كل اطراف. فينا بعد ما فردنا الزبدة حنرش الحشوة كمان اللي حضرنا. رشينا العجينة وخلصنا من كل اطراف، هلا حنبلش نلف العجينة، رح نعملها لفتين. اوكي حقصها لانه هيك صارت كتير سميكة. اوكي طلعوا لفة ونص وحدة مني. هنقطعهم، تأكدوا السكين يكون عندكم مسنون مسنون منيح عشان ما ينتزعوا. انتوا خدوا القياس اللي بدكم اياه وقطعوا. اوكي هايدي اول وحدة. عندي صينية الفرن حضرتها بورق زبدة، راح اصبهم فيها. لازم تخلون شوي بعاد عن بعض لانه هسه بدهم يرجعوا ينفخوا. اوكي بعد ما صفيناهم بصينية الفرن رح اغطيهم بنايلون كمان، هلا بدنا نرجع نخليهم يتخمروا ساعة. و
وفاينلي بعد ما ريحناهم ساعة now it's time to bake. رح نخبزهم على حرارة 150 160 تقريبا مدة 35 دقيقة. وهني سخنين رح اضيف عليهم التشيز توبينج اللي حضرناه. وهيك من بعد ما زيناهم وخلصنا عملت وحدة عوجة لوز، وحدة عوجة جوز، وحدة عوجة شوكولا، وحدة عوجة فريز. التوبينز بتحطوهم اون توب للتزيين وللطعمات الزيادة، فيكم تحطوا اي نوع بدكم اياه واي شيء انتم حابينه، فيكم تحطوا لوتس، فيكم تحطوا وايت شوكليت، دارك شوكليت، اللي بدكم اياه، اي شيء بدكم اياه فيكم تحطوه. هلا حنصب وحدة بصحن ونشوفها. وهيك بنكون خلصنا. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الوصفه، واذا جربتوها وعجبتكم ما تنسوا تكتبوا لي، واذا عندكم اي سؤال حابين تسالوني اياه اكتبوا لي اياه بالكومنتس. and have a nice day, see you in the next recipe. ciao.